الهدنة في حي الوعر في حمص سبقتها هدن أخرى، والعمل جار أيضا على أخرى إضافية، فأي هدف من هذه الهدن وماذا عن تزامنها مع مفاوضات التوصل إلى حل سياسي؟ بإذن الله راجع ما راح أغيرك. ما دام البحث جاريا إقليميا ودوليا على وقف للنار بالجملة في سوريا، فلماذا تستمر الهدن بالمفرق كما حصل أخيرا في حي الوعر في حمص؟ تخرج الدفعة الأولى من المصابين من حي الوعر المحاصر. النظام ورعاته الإقليميون والدوليون يسابقون الزمن، ربما من أجل تحقيق مكاسب قبل أي احتمال لوقف النار، وربما أيضا يحسبون حساب فشل التسوية ويجهدون لتطهير آخر بؤر للمعارضة فيما يسمى بسوريا المفيدة الخاضعة لسيطرة شبه خالصة للنظام. فعلى هذه الخريطة سنبين كيف أن كل الهدن التي تمت أو تلك التي تتواصل المحاولات لتحقيقها تتناول جزرا خاضعة لسيطرة المعارضة فيما يسمى بسوريا المفيدة. قبل حي الوعر أفضت هدنة سابقة إلى إخراج مقاتلي المعارضة من حمص القديمة، بدورها قدسية في ريف دمشق أنجزت هدنة مع النظام، وهنا في الزبدان في ريف دمشق أيضا وقع اتفاق هدنة وإن لم تنفذ كامل بنوده بعد. حول دارية وجوبر على تخوم دمشق حاول النظام مرارا التوصل إلى هدن مماثلة، لكن من دون أن ينجح حتى الساعة. وفي الغوطة جهد الروس في الأسابيع الماضية للتوصل إلى هدنة لا سيما في دوما، لكنهم أيضا لم ينجحوا. من هنا تفسر المعارضة شراسة الغارات التي تتعرض لها هذه المدينة منذ ذلك الحين على أنها محاولة لزيادة الضغط وإجبار المعارضة على القبول بالهدنة. أسلوب الضغط والحصار الذي اعتمده النظام في بعض المناطق استثمره هدنا صبت بغالبيتها في مصلحته من دون أن يملك الخارجون من تلك المناطق سوى الأمل بالعودة. راجعين يا وطننا.